أهلا بكم من جديد. كشف تقرير رقابي عراقي أن عددا من المستشفيات والمراكز الصحية تتخلص من مخلفاتها الطبية مباشرة في نهري دجلة والفرات، ويتكرر الأمر نفسه مع المخلفات السائلة للمنشآت النفطية ومحطات إنتاج الطاقة. في اتجاه آخر، توقفت الأجهزة البيئية المتخصصة عن إجراء الفحوص الدورية لتبيان حجم التلوث ومعرفة مخاطره. نتابع المزيد في التقرير. تقرير للرقابة المالية العراقية الاتحادية يؤكد وجود نحو 120 مركزا طبيا يتخلص من مخلفاته السائلة عبر الأنهار. التقرير يؤكد أيضا أن نحو 5 ملايين متر مكعب من المخلفات ترمى يوميا، فيما تتم معالجة جزئية لمليون ونصف مليون متر مكعب يوميا. مؤسسة الصحية يعني وحدة معالجة مثلا مصممة لراقدين 100، زاد العدد في وحدات المعالجة. أولا تتقادم مرور الزمن، وثانيا هي ما تستوعب هذه الطاقات، وبالتالي تأثر على المخلفات وتصير أكثر من لازم وما تطلع، ما تصير المعالجة كفوءة. ووفقا للتقرير الرقابي الحكومي، فإن مشافي العاصمة بغداد لها الحصة الأكبر من التلوث الصحي هذا، تليها محافظة بابل الوسطى، بينما تؤكد وزارة الصحة العراقية أن مشافيها تعالج مخلفاتها السائلة قبل رميها في الأنهار. هذا غير صحيح سيدي الكريم، غير صحيح هذا، لأن المؤسسات الصحية في وزارة الصحة ملزمة بالتعامل العلمي مع النفايات الطبية وتصنيفها أولا والتخلص منها بالشكل الصحيح. ويشكو دجلة والفرات وبقية المصادر المائية من تلوث بيئي. الفحوصات المختبرية والدراسات تشير إلى ارتفاع تركيز الملوثات والمتغيرات الكيميائية والبيولوجية والفيزيائية. عقود من التلوث الصحي تصيب هذه المياه التي يستهلكها العراقيون من الشمال إلى الجنوب، بينما تعد الحكومات المتعاقبة بحلول لم تنفذ أي منها حتى الآن. شفيق عبد الجبار، العربي، بغداد. ومن بغداد نرحب معنا بالباحث في مجال البيئة والتلوث والمعاون السابق لعميد كلية علوم الطاقة والبيئة في جامعة الكرخ إبراهيم السوداني. أهلا وسهلا بك معنا سيد السوداني. إذن يعني مصادر تلويث الأنهار كثيرة جدا، لكن نركز معك على المخلفات الطبية السائلة. بداية لو سمحت أطلعنا على طبيعة هذه النفايات، وما هي أبرز المواد أو العناصر التي توجد في مخلفاتها، وأيضا إلى أي مدى تتسبب بهذا التلوث؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لحضرتك ولجميع المشاهدين الكرام. حقيقة المخلفات التي تطرحها المستشفيات والمشافي والمراكز الطبية تختلف في طبيعتها حسب المركز الصحي وما تقدمه من خدمات. فبالدرجة الأولى تأتي قضية المخلفات البيولوجية التي تعتبر من أشد المواد خطورة، إذ تتصف بكونها خليط من البكتيريا والفيروسات والمخلفات البيولوجية التي تحتوي على مخلفات بشرية وغيرها من جراء العمليات أو يعني تنظيف تلك المشافي. وهذه المخلفات طبعا تجد طريقها إلى الأنهار عن طريق وحدات المعالجة التي قد تكون تعمل بشكل جزئي أو لا تعمل مطلقا. بالجانب الآخر أيضا هناك مخلفات كيميائية نتيجة استخدام مواد كيميائية داخل المشافي، تتراوح هذه المواد وخطورتها حسب نوع المواد المستخدمة، وفي الغالب يكون عنصر الرصاص والنيكل والكادميوم من تلك المواد المستخدمة في التصوير الشعاعي وغيرها، أيضا رصدت في كثير من نقاط المراقبة في نهر دجلة خاصة في مدينة بغداد. فوجدنا أن مثلا مستويات الرصاص تصل إلى 10 أضعاف ما مسموح به من قبل منظمة الصحة. وبالتالي ما هي الانعكاسات العالمية؟ النوع الصحية الثالث من المخلفات والبيئية، يعني نعم ستخبرنا أكثر. نعم، عن هذا النوع الثالث للمخلفات، لكن أي انعكاسات صحية وبيئية كل هذه المواد والعناصر تخلف؟ وهل نتحدث عن تداعيات آنية أم أنها تأخذ بعضا من الوقت للتراكم ولكي يعني تبدو؟
نعم، هنالك من المواد مثل العزلات البكتيرية أو الفيروسات تجد طريقها وتؤثر مباشرة على الصحة العامة بظهور أمراض جلدية أو أمراض التايفويد أو غيرها من أعراض الإسهال وأمراض معوية متعددة. وأما المعادن الثقيلة فبالعادة تتراكم في أنسجة الجسم خاصة الكبد والكلية والأمعاء، وبالتالي تكون مواد مسرطنة طبعا على المدى البعيد. الخطورة هنا تكون أيضا بقضية معالجة المياه قبل لا تصل إلى المنازل، فنجد أن كثير من محطات المعالجة التي تضخ المياه لأغراض الشرب والغسل وغسل الأواني هي محطات تقليدية لا تقوم إلا بترسيب الأطيان وإضافة مادة الكلور للقضاء على البكتيريا، وبالتالي أغلبها معالجات تقليدية غير فعالة، وكثير من الممرضات والمسببات للمشاكل الصحية تستطيع أن تقفز بطفرات وتحورات جينية بسيطة، تقفز على هذه الموانع وتصل إلى المنازل، لتكون المياه الواصلة إلى المنازل أيضا هي مياه غير صالحة للاستخدام فضلا عن الشرب. طيب سيد إبراهيم، يعني تتحدث عن كل هذه المعطيات الملوثة للأنهار، لو يعني فرضنا جدلا أنه الإرادة السياسية أو الإرادة الحكومية موجودة للتخلص منها، هل يمكن بالفعل ذلك أم أنه فات الأوان، يعني لا يمكن عودة المياه إلى مجاريها؟ سيدتي الفاضلة، دعيني أعود إلى النوع الثالث وهو قد يكون الأخطر والسيطرة عليه شبه مستحيلة ما لم نضع رؤية حقيقية لمعالجته والسيطرة عليه، وهو المخلفات الطبية المشعة. لدينا مستشفيات تستخدم مواد مشعة لغرض التشخيص أو العلاج، وأيضا لدينا مراكز أهلية يعني برايفت سكتر يستخدمون أيضا المواد المشعة للعلاج والتشخيص. وهنا أنوه ببساطة أن هذه المواد يجب أن تعزل ويجب أن تعامل معاملة خاصة جدا جدا جدا، لأن وصولها إلى البيئة يعني تلوثا متسلسلا غير مسيطر عليه، ولا يمكن لأي قوة بالعالم حقيقة معالجة هكذا مواد إذا انتشرت بالبيئة. لازلنا نعاني ونرصد نويدات مشعة منذ انفجار تشيرنوبيل 1984، تشيرنوبيل في الاتحاد السوفيتي ونحن في العراق، وايضا مدن العراق تجد هذه النوع، بالتالي هذا النوع للأسف. اما حضرتك بالمعالجه، نعم نستطيع اذا كان هنالك وحدات معالجه حقيقيه للنفايات بكل طيب. انواع النفايات السائله والصلبه وزاره الصحه، نعم نستطيع، الوقت لم يفوت، تؤكد ان المشافي والمستشفيات التابعه لها التلوث. نعم تدعو إلى دق ناقوس الخطر، وعلى الحكومة الالتفات لهذا الملف، لأني حقيقة بصفتي يعني باحث بسيط ولا أدعي أنني خبير، أرى أن معظم الأمراض التي تصرف عليها الدولة مليارات الدولارات للعلاج يمكن اتقائها، ويمكن المناعة من عندها من خلال الوقاية، من خلال معالجة النفايات المطروحة إلى الأنهار بشكل بسيط جدا، والعالم وصل إلى مراحل متطورة. للأسف العراق لا زال في مراحل طيب إبراهيم. بدائية يطرح هذه الملوثات إلى الماء الذي يرجع ليأخذه لغرض الشرب ولغرض الاستخدام.